أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لتشابتر رقم 16 هنتكلم عن الميكروبيال ايفيجن اوف باثو او فاجوسيتوسيس، عفوا ميكروبيال ايفيجن اوف فاجوسيتوسيس، يعني التهرب الميكروبي من مين؟ من عملية البلعمة. كيف الميكروبات بتتهرب من عملية البلعمة؟ خلينا نشوف الميكانيزم الأول. انهبت ادهيرانس، تمنع الالتصاق. مش حكينا أول خطوة من خطوات عملية البلعمة انه الفاجوسايت خلية البلعة لازم يصير لها كيموتاكسز اللي هي انجذاب كيميائي مع الميكروب، والخطوة الثانية لازم يصير ادهيرانس، لازم يصير ادهيرانس التصاق ما بين الميكروب وما بين الخلايا الفاجوسايت او الخلايا البلعة. فالانهبت ادهيرانس منع الالتصاق، يعني الميكروب بيعمل شغلة بيمنع التصاقه مع خلايا الفاجوسايت او خلايا اللي بتقوم بعملية البلعمة، زي مثلا الام بروتين. الام بروتين تمنع عملية التصاق ما بين الميكروب وما بين خلايا الفاجوسايت. ايضا الكبسولز تكلمنا عنها قبل هيك، انه الكبسولز او المحافظ البكتيريا اللي عندها محفظة تمنع الالتصاق مع الفاجوسايت او مع خلايا البلع. المثال الاول على الام بروتين اللي هو ستريبتوكوكس بايوجينز. ستريبتوكوكس بايوجينز اللي بتعمل سور ثروت، التهاب الحلق، اللي بتعمل تونسلايتس، التهاب اللوزتين الى اخره. كمان في ستريبتوكوكس نمونيا اللي بتعمل التهاب الرئتين، نمونيا التهاب الرئتين، ستريبتوكوكس نمونيا اللي هذه البكتيريا عندها كبسولز، ومن خلال هذه المحفظة او من خلال هذه الكبسول تمنع التصاقها مع خلايا الفاجوسايت او خلايا كرات الدم البيضاء البالعة. الآلية الثانية انه كل فاجوسايت تقتل الخلايا البالعة، زي مثلا البكتيريا اللي بتنتج ليكوسيدينز. ليكوسيدينز قلنا سم بكتيري قادر على انه يدمر خلايا الفاجوسايت، زي مين؟ زي ستافيلوكوكس اوريوس. ستافيلوكوكس اوريوس في هذه الحالة للباثوجينيك ستافيلوكوكس اوريوس، ستافيلوكوكس اوريوس الممرضة باثوجينيك بكتيريا. في كمان آلية ثالثة، لايس فاجوسايز بتحلل خلايا الدم البيضاء البالعة من خلال تكوين ممبرين أتاك كومبلكس. الممبرين أتاك كومبلكس هي مجموعة من البروتينات بترتبط على سطح الخلية بشكل دائري، بتعمل تشل القناع. هذه القناع بتصير موجودة في الغشاء الخلوي للخلايا البالعة، وبالتالي تفقد الخلايا البالعة محتواها من الداخل. مثال عليها بكتيريا الليستيريا مونوسيتوجينز. الليستيريا مونوسيتوجينز بتعمل تحلل في خلايا الدم البيضاء البالعة، عشان هيك عند الإصابة بهذا النوع من البكتيريا بنلاحظ انه في الوايت بي سيز او في عفوا في السي بي سي في تهداد الدم الكامل بنلاحظ انه انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء. الليستيريا مونوسيتوجينز هذا اسم بكتيريا بتكون موجودة في الألبان الملوثة، بهذه البكتيريا انتقل عن طريق منتجات الألبان ومنتجاتها. أيضا الليستيريا مونوسيتوجينز تسبب مرض الليستيريوسيز، L-E-S-T-E-R I-O-S-I-S ليستيريوسيز، مرض الليستيريوسيز. هذا الليستيريا مونوسيتوجينز grow and reproduce inside the host cell، تنمو وتتكاثر داخل خلايا العائل، داخل خلايا الخلايا البالعة، الخلايا البالعة. الميكانيزم اللي بعد هيك escape فاجوسوم، تتهرب من البلعمة، يعني بصير لها التصاق adherence، بصير لها كيموتاكسس انجذاب، ثم فاجوسيتوسيس بلعمة. لكن في داخل الفاجوسايت ما بتدخلش وين؟ إلى داخل الفاجوسوم، فبتتهرب من داخل الفاجوسوم. إذا تهربت من الفاجوسوم يعني تهربت من الإنزيمات الهاضمة في داخل الفاجوسوم، زي بكتيريا اسمها الشيجيلا، بكتيريا الشيجيلا. بكتيريا الشيجيلا تسبب مرض اسمه الشيجيلوسيز، أو بسموها الباسيلاري ديزنتري، الزحار العصوي، باسيلاري ديزنتري أو الزحار العصوي. الشيجيلا تسبب باسيلاري ديزنتري أو الزحار العصوي أو الشيجيلوسيز اللي بتنتقل عن طريق الماء والغذاء الملوثين ببكتيريا
الشيجيلا. هذه البكتيريا بصير لها كيموتاكسز، انجذاب كيميائي، بصير لها ادهيرانس التصاق، بتبتلعها، لكن ما بتبتلعهاش وين؟ داخل الفاغوسوم، ما بتكونش الفاغوسوم، وبالتالي الفاغوسوم او البكتيريا الشيجيلا ما بتتعرضش الى الانزيمات التي تحللها او تحلل وتهضم البكتيريا الشيجيلا. الميكانيزم اللي بعد هيك بريفنت فاغوسوم، تمنع بريفنت فاغوسوم زي الاتش اي في لايسوزوم فيوجن، او بريفنت فاغوسوم لايسوزوم فيوجن زي الاتش اي في. الاتش اي في هو فيروس اسمه هيومن اميون فيروس، يسبب مرض الايدز اكوايرد اميونو ديفيشنسي سندروم. هذا الفيروس بيمنع، بصير له انجذاب كيميائي كيموتاكسس، وبصير له ادهيرانس، وبصير له دخول، وبصير له فاجوسايز، لكن وبصير له فاجوسوم، لكن الفاجوسوم لا يتحد مع اللايسوزوم، وبالتالي هو يمنع اتحاد الفاجوسوم مع اللايسوزوم، يعني يمنع تكوين الفاجولايسوزوم، يعني يمنع اندماج الفاجوسوم مع اللايسوزوم، يعني يمنع الفيروس انه يكون وجها لوجه مع الانزيمات الهاضمة والحالة، وبالتالي يصبح في مأمن. هذا خطورة فيروس الايدز او الاتش اي في المسبب لمرض الايدز، انه ما بصيرش له هضم لانه بضله في الفاجوسوم، وما بتحدش الفاجوسوم مع اللايسوزوم حتى يكون وجها لوجه مع الانزيمات الهاضمة والحالة. الميكانيزم الاخير سيرفايف ان فاجولايسوزوم، هذا اسوأهم، يعني انه بصير لها كيموتاكسس انجذاب كيميائي، بصير ادهيرانس، بصير تكون داخل الفاجوسوم، وبصير فيوجن ما بين الفاجوسوم واللايسوزوم، وبتتعرض للانزيمات، لكن الانزيمات لا تتاثر او لا تؤثر فيها، اي هذه البكتيريا لا تتاثر بالانزيمات الهاضمه زي الكوكسيلا بيرنيتي. كوكسيلا بيرنيتي هذه البكتيريا اللي بتسبب مرض كيو فيفر او حمى كيو، حمى كيو كوز كيو فيفر او حمى كيو، كيو من كوين يعني حمى الملكه. هذه البكتيريا اوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا، هذه اوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا، بكتيريا بتعيش داخل الخلايا اجباريا، لا تستطيع ان تعيش خارج الخلايا، وانما تعيش داخل خلايا اجباريا. هي صغيرة الحجم وغرام نيجاتيف، شكلها كوكو باسيلاي، يعني شكلها بين الكرة وبين العصوي، هايلي ريزيستنت تو انفايرومنتال ستريس، ومقاومة للظروف البيئية الصعبة. Highly resistant to environmental stress، مقاومة للظروف البيئية الصعبة. نيجي لحاجة اسمها inflammation، الالتهاب، اللي هي ردة الفعل الطبيعية للجسم أو لجهاز المناعة ضد الكائنات الممرضة أو الأشياء الغريبة اللي بتدخل جسم الإنسان. هذه الانفلاميشن من علاماتها الريدنس، الاحمرار، بمعنى لو دخل ميكروب إلى منطقة الإصبع من خلال جرح فبصير احمرار. هذا الاحمرار ناتج عن نضح السوائل إلى منطقة الالتهاب، وبالتالي نضح السوائل يعني نضح الدم، يعني زيادة عدد خلايا الدم الحمراء هيزيد اللي هو اللون الأحمر، هذا ما يسمى بالريدنس أو الاحمرار. بسبب زيادة نضح السوائل إلى المنطقة اللي فيها التهاب في الجسم تصبح هناك في ضغط على النهايات العصبية، يعني هيصير في pain ألم، ضغط على النهايات العصبية مما يؤدي إلى تكون الألم. أيضا زيادة نضح السوائل إلى المنطقة بزيد الميتابوليك أكتيفيتي، النشاط الأيضي، والتالي بزيد درجة الحرارة الهيت. أيضا سويلينج بسبب نضح السوائل في منطقة واحدة، زيادة السوائل يعني زيادة اللي هو كثافة السائل في منطقة واحدة مما يؤدي إلى انتفاخ المنطقة، سويلينج أو ما يعرف بالإيديما، إيديما أو السويلينج الانتفاخ. ايضا بنشط اكيوت فيز بروتينز اكتيفيتد، في بعض البروتينات موجوده بشكل طبيعي في الجسم بتكون غير فعاله وغير نشيطه، يتم تفعيلها وتنشيطها من خلال وجود الميكروبات في داخل جسم الانسان. على سبيل المثال الكومبليمنت هو نوع من انواع البروتينات، 9 انواع من البروتينات تكون غير نشطه، مجرد وجود الميكروب تبدا تتنشط الاول والثاني والثالث والرابع وهكذا يتنشط حتى التاسع. السيتوكاينز ايضا، السيتوكاينز هو سمول بروتين صغير جدا،
هذا البروتين بكون جيد good when stimulating the immune system، جيد السيتوكاين لما يحفز جهاز المناعة حتى يقوم بعمله على أكمل وجه to fight a foreign pathogen، لقتال الميكروبات الغريبة or attack tumors أو مهاجمة الخلايا السرطانية. الكاينينز أيضا بتزيد تنشيط الكاينينز. الكاينينز هي مجموعة من البيبتايدز وهي تعتبر موسعات قوية للأوعية الدموية. الكاينينز بتوسع الوعاء الدموي وبالتالي زيادة تدفق الدم وتخفض ضغط الدم وتقلص عضلات الملساء. هذا بالنسبة للإنفلاميشن والإنفلاميشن ماركرز. الإنفلاميشن أيضا بتعمل من علاماتها الفازو دايليشن اللي هو توسيع الدم، توسيع الأوعية الدموية عفوا، فازو دايليشن توسع الأوعية الدموية زي الشرايين والأوردة. اللي بتعمل توسيع للأوردة والشرايين الأوعية الدموية الهستامين، كاينينز، بروستوغلاندين، ليكوترينز، هنتكلم عنهم بالتفصيل. هذه كلها من موسعات الأوعية الدموية وبالتالي بتزيد نضح السوائل في المنطقة الالتهابية. مارجينيشن مأخوذة من كلمة مارجن، بمعنى أنه خلايا الدم البيضاء تتوضع على حافة الوعاء الدموي، على المارجن، على الحافة يعني. ليش؟ استعدادا للانطلاق إلى خارج الوعاء الدموي لقتال الميكروبات خارج الوعاء الدموي. And immigration وهجرة of white blood cells، يعني المارجن خلايا الدم البيضاء بتصير على حافة الوعاء الدموي في المارجن، هذا يسمى مارجينيشن. ثم أو استعدادا أقرب للانطلاق إلى خارج الوعاء الدموي بسموها الإميجريشن أو هجرة خلايا الدم البيضاء إلى خارج الوعاء الدموي إلى الأنسجة المجاورة الموجود فيها الكائنات الممرضة. آخر حاجة اللي هو تشيو ريبير أو تصليح الأنسجة التالفة والهالكة إلى آخره. chemicals released by damaged cells، المواد الكيميائية المفرزة من قبل الخلايا المتضررة، بمعنى لو سكينة جرحت شخص معين في إيده بتحفز خلايا الجسم لإنتاج هذه المركبات زي مركب الهستامين. هذا الهستامين بيعمل vasodilation توسيع للوعاء الدموي وبيعمل increase permeability of blood vessels، بيزود نفاذية الوعاء الدموي. كيف بيزود نفاذية الوعاء الدموي؟ بمعنى بيزود تباعد الخلايا الطلائية المبطنة للوعاء الدموي، بيزود تباعد الخلايا. لما تزود تباعد الخلايا أنا بعمل فتحات في الوعاء الدموي، يعني بيسمح لهجرة خلايا الدم البيضاء من الخلايا من الوعاء الدموي إلى الخارج إلى الأنسجة المصابة المحيطة. الكاينينز بيعمل أيضا vasodilation نفس الشغلة، توسيع للوعاء الدموي، وبيعمل increase permeability of blood vessels، بزود نفاذية الوعاء الدموي، يعني بخلي الخلايا المبطنة للوعاء الدموي بعيدة عن بعض، يعني بيعمل فيه فتحات تسمح لخروج خلايا الدم البيضاء من الوعاء الدموي إلى خارج الوعاء الدموي إلى الأنسجة المجاورة المصابة بالميكروب. البروستاغلاندين بيعمل intensity histamine and kinin effect، بزود كفاءة الهستامين والكينين، يعني بدل الهستامين بيكون في كفاءته X بيصير 2X، الكينين بدل ما كفاءته X بيصير 2X، يبقى البروستاغلاندين بيأثر على الكينين وبيأثر على الهستامين وبيعمل زيادة في الفازودايليشن، زيادة في الانكريز بيرميابيليتي اوف بلاد فيزلز، زيادة نفاذية الوعاء الدموي. الليكوترينز ايضا بيعمل increased permeability of blood vessels، بتزود نفاذية الوعاء الدموي حتى تهاجر خلايا الدم البيضاء البالي على الفاجوستيك سيلز من داخل الوعاء الدموي الى خارج الوعاء الدموي الى الانسجة المجاورة المصابة بالميكروبات. فاجوستيك اتاشمنت بيزود التصاق بين الخلايا الدم البيضاء وما بين الجراثيم او الكائنات الممرضه، بزود فاجوسيتيك اتاشمنت الالتصاق ما بين خلايا الدم البيضاء البالعه وما بين الميكروبات. لو عندنا في صوره توضح الكلام اللي احنا كلنا حكيناه، بكتيريا انترينج اون نايف، البكتيريا دخلت مع السكينه لسطح الجلد. هنا في عندي البلاد فيزل او الاوعيه الدمويه، هنا النيرف العصب، هذه طبقة الإبيديرمس البشرة، الديرمس تحت البشرة أو الجلد، السبكتينيس اللي تحت الجلد.
أول خطوة كيموتاكس such as histamine, كينينز, بروستاجلاندين and ليكوترينز. عفوا chemicals, هذه المواد الكيميائية chemicals such as histamine, كينينز, بروستاجلاندين and ليكوترينز. هذه الأربع مواد شفناهم في الجدول قبل شوية represented as blue dot لونها شبناها بالنقاط الزرقاء are released by damaged cells, تفرز من قبل الخلايا المتضررة بفعل السكينة. يبقى هذول يفرزوا من خلايا العائل عند تضررهم بفعل آلة حادة، وبالتالي هذه المواد إيش بتعمل؟ بتعمل increase of permeability of blood vessels، تزود نفاذية الوعاء الدموي، وبتعمل vasodilation، توسع في الوعاء الدموي. خطوة 2 blood clot forms، تبدأ تجلط الدم، وهذا مش موضوعنا. ثلاثة abscess starts to form yellow area، الابسسز اللي الدمامل تبدأ بالتكون اللي هي المنطقة اللي لونها على صفار، هذه المنطقة الصفر هذه المنطقة اللي فيها abscess أو الدمامل. رقم 4 هي الوعاء الدموي، وهي خلايا الدم الحمراء، وهي خلايا الدم البيضاء اللي صار لها margination، اتجهت إلى الحافة، التصقت بالحافة، وهذه خلايا الدم البيضاء اللي صار لها migration، هجرة إلى خارج الوعاء الدموي إلى الأنسجة المحيطة. يبقى margination، خلايا الدم البيضاء صار لها اتجاه باتجاه حافة الوعاء الدموي، فاجوسايز stick to endothelial، stick to endothelium، التصقت على طبقة البطانة الداخلية، خلايا الدم البيضاء التصقت على بطانة أوعية الدم الداخلية اللي بسموها خلايا الطلائية المبطنة للأوعية الدموية بسموها إندوثيليوم. إندوثيليوم 5 بيصير إيش بعد هيك؟ إنه صار في vasodilation، توسع في الوعاء الدموي، increase permeability، صار في هناك فتحات في جدار الوعاء الدموي، صار immigration، هجرة لمين؟ فاجوسايز، immigration فاجوسايز، هجرة للخلايا الدم البيضاء، squeezes between endothelial cells، بتعصر حالها ما بين خلايا الدم، عفوا خلايا الطلائية المبطنة للأوعية الدموية عشان تطلع برا الوعاء الدموي وتصل للأنسجة المصابة بالبكتيريا اللي احنا شايفين هذه خلايا بكتيريا. 6 فاجوسايتوسيس، عملية البلعمة تبدأ، هي خلايا الدم البيضاء الفيكس الثابتة، وهي الواندرينج الجوالة، التنتين يبدأوا بعملية ايه؟ فاجوسايتوسيس، عملية البلعمة of invading bacteria، للبكتيريا تبدأ بالفاجوسايتوسيس، عملية البلعمة of invading bacteria، للبكتيريا الغازية. لو أخذنا هذه الصورة وكبرناها على جنب، نلاحظ هاي خلايا فاجوسايت وهذه خلايا فاجوسايت، هذه مونوسايت وهذه خلايا نيوتروفيل، تبدأ عملية إيه؟ عملية البلعمة، التصاق، انجذاب، التصاق، بلعمة وهضم، ثم الكلام اللي تكلمنا عنه عملية الفاجوسايتوسيس أو عملية البلعمة. في عنا الفيفر أو الحمى، الفيفر أو الحمى اللي هو abnormally high body temperature، درجة حرارة جسم غير طبيعية. حكينا قبل هيك الليبيد إيه إيش بيصير؟ إنه الجرام نيجاتيف بكتيريا تبتلع من قبل فاجوسايت، بتكسرها، بتطلع الليبوبوليساكرايد، بتفك الليبيد إيه عن الأوبوليساكرايد، الليبيد إيه هو يعتبر إندوتوكسين، بتحفز خلايا الدم البيضاء البالع على إنتاج الإنترلوكين، الإنترلوكين 1 بيمشي في الدم لما يصل له تحت المهاد الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس المسؤول عن درجة حرارة الجسم أو ضبط درجة حرارة الجسم، بيبدأ يتأثر، بفرز مادة البروستاجلاندين، مادة البروستاجلاندين بتزود البيولوجيكال أكتيفيتي، النشاط البيولوجي بزيد إنتاج الطاقة، وبالتالي بيرتفع درجة الحرارة. هذا الكلام حكيناه قبل هيك، لكن الهايبوثالاموس نورمالي ست ات 37، هايبوثالاموس دائما بيظبط درجة حرارة الجسم عند 37 درجة مئوية. جرام نيجاتيف بكتيريا تعتبر من اللي عندها اوتر ممبرين، بتفكك لها الليبوبوليساكرايد، الليبوبوليساكرايد لأوبوليساكرايد زائد ليبيد اي، الليبيد اي يعتبر اندوتوكسين، يبقى الاندوتوكسين كوز فاجوسايتوسيس تو ريليز انترلوكين 1، كوز فاجوسايس تو ريليز انترلوكين 1، تحفز خلايا الدم البيضاء البالعة لإنتاج مركب الانترلوكين 1، الانترلوكين 1 وين حيفرز؟ في الدم ويصل للهايبوثالاموس،
الهايبوثالاماس ريليزز بروستاجلاندين بسبب الانترلوكين 1 بيأثر على الهايبوثالاماس، لما يصله بيخلي الهايبوثالاماس يفرز مادة البروستاجلاندين ذات ريست ذا هايبوثالاماس تو ا هاي تمبرتشر، والهايبروستاجلاندين بروستاجلاندين بزود النشاط الايضي، بزود انتاج الطاقه، وبالتالي بيعمل زياده في درجات الحراره هايبوثالاماس تو ا هاي تمبرتشر. بادي انكريزز ريت اوف ميتابوليزم، الجسم بزود عمليه الميتابوليزم الايض and shivering to raise temperature، ثم بصير قشعريرة لرفع درجة الحرارة. لكن متى بتنخفض درجة الحرارة؟ لما الانترلوكين 1 يقل ينقص يصير له eliminated. when interleukin 1 is eliminated، when interleukin 1 is eliminated، متى بصير الانترلوكين بيقل؟ لما الليبيد A أو الاندوتوكسين يقل، يعني الجرام نيجاتيف بكتيريا، البكتيريا الجرام نيجاتيف ماتت وخلصت وانتهت، بيبدأ الاندوتوكسين يقل، بيبدأ الانترلوكين 1 يقل، بيبدأ البروستاجلاندين يقل، بيرجع درجة الحرارة كما هي. Body temperature falls، درجة الحرارة بتبدأ إيش؟ تنقص أو تنزل، وهذا بسموه الكريسز. في عندي حاجة تكلمنا قبل هيك انه في حاجه اسمها بروتين اسمه الكومبليمنت، كومبليمنت بروتين. هذا البروتين كومبليمنت 1 سي 1، كومبليمنت 2 سي 2، كومبليمنت 3 سي 3 وهكذا. يعني اقول سي يعني كومبليمنت، يبقى عندي في كومبليمنت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، في 9 انواع من بروتينات الكومبليمنت. هذه البروتينات اذا تنشط احدهم بنشط الاخر، بنشط الآخر إلى أن يصل إلى مبتغى من عملية مكافحة أو مساعدة خلايا الدم البيضاء على عملية البلعمة، مساعدة التفسيخ وتدمير خلايا البكتيريا، أو من خلال اللي هو عملية زيادة التحضير وتجهيز الميكروب ومسكه حتى يقوم عملية الفاجوسايتس بابتلاعها عملية الفاجوسايتس. خلينا نبدأ الميكانيزم المعروف. في عندي ثلاث جبهات، هاي جبهة، هاي جبهتين، هاي ثلاث جبهات. يبقى الكومبليمنت بلزم في قتال الميكروب على ثلاث جبهات. خلينا نشوف مثلا كومبليمنت رقم ثلاثة بيصير له تنشيط، فبنشق إلى قسمين C3B وC3A. نشوف السي 3 بي ايش بتعمل. كومبليمنت 3 بي مع السي 5 بتنشط السي 5، تمام، وبتبدا تصير في هذا المسار. لكن خلينا نشوف السي 3 ايش بتعمل. سي 3 بي بتروح بترتبط على سطح الخلايا البكتيريه الغازيه، هذه العمليه بسموها اوبسونايزيشن او تحضير للطعام. ارتباط السي 3 بي على سطح الخليه البكتيريه بيعمل تثبيت للخلية البكتيرية إلى حين أن تأتي خلايا الدم البيضاء البالع الفاجوسات وتقوم بعملية الابتلاع اللي بيسموها العملية هذه Opsonization، تحضير لعملية الطعام، تحضير لعملية البلعمة اللي هو Enhancement of Phagocytosis، تحفيز الفاجوسيتوسيس by coating with C3B. فبصير C3B صار كوتينج. ايش يعني كوتينج؟ تغليف. لمين؟ للبكتيريا. زي مثلا الانسان لما يمسك حرامي ويتصل على الشرطه تيجي الشرطه تاخده، السي 3 بي هذه مسكت البكتيريا ثبتتها في مكانها، لما تيجي الفاجوسايتس خلايا الدم البيضاء البالع تقوم بعمليه ابتلاعها عمليه البلعمه. هذا العمليه بسموها اوبسونايزيشن. هذه جبهه. الجبهه الثانيه اللي على اليمين انه السي 3 بي بنشط سي خمسة. السي خمسة لما يتنشط بصير له كليفج، بنشق هذا البروتين إلى سي خمسة A وسي خمسة B. الآن السي خمسة A والسي ثلاثة A بيشتركوا مع بعض، بروحوا بيعملوا بيرتبطوا على الماست سيلز، خلايا دم بيضاء قاعدية اللي قبل شوي حكينا في المحاضرة السابقة انه الخلايا البازوفيلز يتواجد فيها فاكيوز حويصلات، هذه الحويصلات تحتوي على هيستامين. مجرد ما يرتبط السي 3 اي والسي 5 اي على سطح خلايا المصل، الخلايا الصارية وخلايا القاعدية، بيصير في انفجار
للحويصلات وانتشار مادة الهستامين. لما تنتشر مادة الهستامين بيعمل فازودايليشن. ايش يعني فازودايليشن؟ توسيع في الوعاء الدموي، توسع في الوعاء الدموي، وبيعمل حاجة اسمها increase of permeability of blood vessel، بزود نفاذية الوعاء الدموي. هذا العملية بسموها inflammation او الالتهاب. increase of blood vessels، بزود نفاذية الوعاء الدموي. increase of blood vessel permeability، بزود في نفاذية الوعاء الدموي. and chemotactic attraction، وبزود انجذاب الخلايا الدم البيضاء البالعة نحو مين؟ نحو الخلايا البكتيرية. by phagocytes. زي ما احنا شايفين في الرسمة، هلاحظ انه الهستامين عمل vasodilation وعمل increase of permeability of blood vessel، زود نفاذية الوعاء الدموي، صار في وسع في خلايا المبطنة للجدار الوعاء الدموي، صار في margination اتجاه الخلايا الدم البيضاء البالعة على الحافة، ثم immigration هجرة إلى خارج الوعاء الدموي إلى المنطقة المصابة، ثم عملية اللي هو phagocytosis، عملية بلعمة الانفيدنج بكتيريا او البكتيريا الغازيه، وهذا بسموه انفلاميشن. يبقى جبهه الانفلاميشن، جبهه الاوبسونايزيشن، في بضل جبهه ثالثه، انه من خلال السي 5 بي، سي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 9، يعني كم واحد؟ 1 2 3 4 5، سي 5 بي وسي 6 وسي 7 وسي 8 بيرتبطوا على وين؟ على سطح الخليه البكتيريه، على الغشاء الخلوي بشكل دائري، وبيعملوا قناة زي ما احنا شايفين. سي 5 بي ارتبطت، وسي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 9، هذول بيعملوا مايكروبيال بلازما ممبرين على سطح الخلايا، على سطح الغشاء الخلوي للميكروب. ايش بيعمل؟ بيعمل سايتولايسيس، تحلل في الخلية البكتيرية. تحلل في الخلية البكتيرية ليش؟ لان هذه البروتينات ارتبطت على الغشاء الخلوي للبكتيريا وعملت قناة، مما يؤدي الى خروج محتويات الخلية البكتيرية للخارج، مما يؤدي الى تحللها، فبسموها سايتولايسيس او تحلل الخلوي او تحلل الخلية البكتيرية. loss of cellular contents يؤدي الى فقدان محتويات الخلية البكتيرية through transmembrane channel، من خلال transmembrane channel، قناة موجودة في الغشاء الخلوي، وهذه القناة تكونت بفعل formed by membrane attack complex او الماك، ماك او membrane اختصار لماك، ماك يعني membrane attack complex، من خلال ارتباط السي 5 بي وسي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 9 على سطح الغشاء الخلوي للبكتيريا، وبالتالي يحدث في قناة، هذه القناة بسموها ترانس ممبرين تشانل، هذه القناة تسمح لخروج محتويات الخلية البكتيرية إلى الخارج، وهذا ما يسمى بالسايتولايسيس. يبقى عندي الكومبليمنت فاكتور لما يتنشط عمل لي ثلاث جبهات، قاوم الميكروبات من خلال عملية كوتينج وسمح لخلايا الفاغوسايت ببلعمتها، عمل عملية فازودايليشن وانكريز اوف بيرميابيلتي في بلاد فيزلز، عمل مارجينيشن وإيميجريشن للوايت بي سيز او الفاغوسايت، عمل فاغوسايتوسيس بلعمة الخلايا البكتيرية. هنا صار في السي 5 بي وسي 6 و7 و8 و9 ارتبطوا على الغشاء الخلوي للخلية البكتيرية، مما ادى تكوين ترانسمبرين شانل، مما يؤدي الى خروج محتويات الخلية البكتيرية للخارج، وهذا ما يسمى بالسايتولايسيس. هذه الثلاث جبهات بدي اوضح لنا اللي صار. الاوبسونايزيشن اللي كانت الجبهة اللي على الشمال، اوروميون ادهيرانس اللي هو او الالتصاق المناعي اللي هو سي 3، سي 3 هيها سي 3 بي، ارتبطت على الميكروب وكونت ما يعرف ب انهانس فاجوسايتوسيس، حفزت عملية البلعمة. ممبرين اتاك كومبلكس اللي هي اللي تحت، الممبرين اتاك كومبلكس هذه اللي تحت، هذا الممبرين اتاك كومبلكس، هذا الممبرين اللي ارتبطت سي 5 بي و6 و7 و8 و9 على اللي هو الماك فورميشن، على سطح البلازما ممبرين تبع الخلية البكتيرية، مما يؤدي الى السايتولايسيس. الاتراكت فاغوسايت اللي كانت على الجبهة اليمين اللي هو الانفلاميشن. صورة بتوضح افكت اوف كومبليمنت اكتيفيشن اللي من خلال اللي هو هاي الكومبليمنت سي 5 سي 3 ايه
وسي خمسة بيرتبطوا على سطح خلايا الدم البيضاء القاعدية أو الماصل، أدى إلى إفراز محتويات الفيزيكال الحويصلات من مادة الهستامين. مادة الهستامين عملت فازودايليشن، توسيع في الوعاء الدموي، وعملت إنكريز أوف بيرميابيليتي أوف بلاد فيزل، زودت نفاذية الوعاء الدموي، وبالتالي شجعت الخلايا الدم البيضاء أنها تخرج إلى خارج الوعاء الدموي لتقوم بعملية بلعمة الانفيدينج بكتيريا أو البكتيريا الغازية. السي 5 اي ايضا بتزود الاتراكشن ما بين الخلايا الدم البيضاء البالعه وما بين الانفيدنج بكتيريا او البكتيريا الغازيه. هناك عده طرق لتنشيط العامل المكمل. خلينا نشوف مجرد وجود الميكروب او الخليه البكتيريه هذه موجوده في الجسم يؤدي الى ان الجسم يفرز لها اجسام مضاده اللي على شكل حرف واي، وهذا جسم مضاد متخصص. فالأجسام المضادة ترتبط مع الخلية البكتيرية، مجرد ما الأجسام المضادة ترتبط مع الخلية البكتيرية تنجذب إليها بروتين الكومبليمنت اللي هو رقم واحد، بتنشط الكومبليمنت، بنشط اثنين وبنشط ثلاثة، اثنين وأربعة، اثنين بتنشط بنقسم إلى شقين C2A وC2B، واللي سي أربعة بنشط بتنشط بصير سي عنده سي اثنين سي عفوا سي أربعة إيه وسي أربعة بي. السي اثنين إيه والسي أربعة بي بنشطوا سي ثلاثة، والسي ثلاثة زي ما قلنا نرجع للمرجونة للسلايد اللي قبل هذه، سي ثلاثة لما تتنشط بتنشق إلى قسمين سي ثلاثة إيه وسي ثلاثة بي. السي ثلاثة إيه بتنشط عملية الإنفلاميشن، والسي 3 بي بتنشط اوبسونيزيشن، وبتشترك مع السي 5 و6 و7 و8 و9 بتعمل سايتولايسيس في الجبهة اللي تحتنا. هذه الطريقة بسموها كلاسيكال باثوي او الطريقة التقليدية في تنشيط العامل المكمل. الالترناتيف باثوي طريقة البديلة انه بكون فيها عند الخلية البكتيرية، في عنده على سطح الخلية البكتيرية يلتصق ليبيد او موجود ليبيد كربوهيدرات كومبلكس، بيرتبط عليها فاكتورز موجوده في جسم الانسان، فاكتور بي وفاكتور دي وفاكتور اف. هذا الفاكتور لما ترتبط بتشجع له سي 3، بتنشق الى سي 3 اي وسي 3 بي. السي 3 اي بتعمل عمليه الانفلاميشن الالتهاب اللي على الجهه الجبهه اللي على اليمين، والسي 3 بي بتعمل اوبسونيزيشن على الجبهه الشمال، والسيتولايسيس بتحفز او بتشترك مع بعض البروتينات الاخرى بتعمل الماك فورميشن والسيتولايسيس او التحلل الخلوي. في طريقه اخرى لتحفيز العامل المكمل بسموها الليكتين باثوي. الليكتين باثوي انه هي خليه الميكروب وعليها ماده الكربوهيدرات كونتيننج مناز، بتحفز ارتباط ماده الليكتين عليها. مجرد ما الليكتين يرتبط على سطح الخلية البكتيرية اللي هي الكربوهيدرات كونتيننج مناز بتحفز السي 2 والسي 4. السي 2 لما يتحفز بنشق الى 2 سي 2 بي وسي 2 اي، والسي 4 بتنشق الى 2 سي 4 اي وسي 4 بي. السي 2 اي وسي 4 بي بتحفز السي 3، سي 3 بتنشق الى سي 3 اي وسي 3 بي. السي 3 اي بتحفز الانفلاميشن اللي على الجبهة اليمين، والسي 3 بي بتحفز اللي على الجبهة الشمال اللي هو الأوبسونيزيشن، واللي بتشترك مع الخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، وبتعمل اللي هو عملية السيتولايسيس أو الماك فورميشن. لكن هذا كله لا يمنع أن الخلية البكتيرية تدافع عن نفسها، فبعض أنواع البكتيريا تعمل صم بكتيريا إيفيد كومبليمنت، بعض الخلايا البكتيرية تتهرب من العامل المكمل. خلينا نشوف بثلاث طرق، وهذا طبعا سؤال جاي في الامتحان، انه اول حاجه بتعمل كبسولز بريفنت سي اكتيفيشن، يعني البكتيريا اللي عندها كبسول تمنع تنشيط العامل المكمل، وبالتالي هي بتصير في مأمن من العامل المكمل. بعض البكتيريا تحتوي على سيرفيس ليبيد كربوهيدرات، على سطحها في ليبيد كربوهيدرات مواد سكريه مع دهنيه، هذا بتعمل بريفنت ماك فورميشن، تمنع الممبرين اتاك كومبلكس، يعني تمنع ارتباط السي 5 بي وسي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 9 عشان ما يكونوش ترانس ممبرين تشانل، وعشان ما يصيرش في هناك سيتولايسيس. يبقى البكتيريا اللي عندها على سطح ليبيد كربوهيدرات تمنع عملية الماك فورميشن او تكوين الترانس ممبرين تشانل، وبالتالي تمنع عملية السيتولايسيس. الانزيماتيك دايجستشن اوف سي 5 اي
من خلال انه البكتيريا تنتج انزيمات هاضمة فبتهضم السي 5 اي وبالتالي تمنع اللي هو عمل الكومبليمنت سي 5 اي. اخر نقطة هنتكلم عن الانترفيرونز. الانترفيرونز هذه مواد بروتينية تختصر الى IFNS. في عندي الانترفيرونز في الفا اند بيتا انترفيرونز وفي جاما انترفيرونز. الفا اند بيتا انترفيرونز كوز سيلز بتحفز الخلايا تبروديوس انو خلايا خلايا العائل تبروديوس انتي فايرال بروتينز عشان تحفز خلايا العائل لانتاج بروتينات مقاومه للفيروسات ذات انهبت فايرال ريبليكيشن والتي تعمل عمليه منع اللي هو تضاعف الفيروس. في الجاما انترفيرون هذه ما لهاش علاقه في مقاومه الفيروسات هذه لها علاقه في مقاومه البكتيريا كوزز نيوتروفيلز تحفز خلايا البيضاء المتعادله and macrophages والخلايا البالعة to phagocytize بكتيريا لابتلاع البكتيريا. يبقى الألفا والبيتا انترفيرون بتحفز خلايا العائل لإنتاج antiviral proteins والantiviral proteins هذه بتعمل منع للviral replication. لكن الجاما انترفيرون بتحفز خلايا الدم البيضاء المتعادلة الدم البيضاء البالعة لعملة بلعمات مين الخلايا البكتيرية. وقلنا في صورة بتوضح خليتين من الهوست سيلز خلايا العائل خلينا نخذهم كاملين وخلينا نمشي خطوة خطوة. الخلية اللي قدامنا هذه خلية العائل خلية جسم إنسان viral RNA فيروس من نوع RNA from an infected virus enters the cell دخل هذا الفيروس إلى خلية العائل دخل إلى داخل خلية العائل. لما يدخل الفيروس داخل خلية العائل احنا بنحكي انه الفيروسات لا تستطيع ان تعيش خارج الخلايا الحية وانما هي obligate intracellular parasite متطفل اجباري داخل خلايا لا تستطيع ان تعيش الا داخل الخلايا عشان هيك بتقتحم الخلية الحية وبتكون وين موجودة جوا. الان اللي بيصير داخل الخلية الحية double strand viral DNA تكون وبتروح وين على داخل النواة على داخل نواة الخلية الحية. The infecting virus replicates into new viruses. الفيروسات تدخل جوا بتتكاثر إلى داخل الخلية الحية ومنها جزء منه بروح وين إلى داخل النيوكليوس. هذا داخل النيوكليوس بيعمل بيسيطر على الـ DNA تبع الخلية البكتيرية وبيعملها transcription نسخ. نسخ لمين؟ نسخ للجينوم تبع الفيروس وبعدين بيعمل الامرانية بيهاجر الامرانية طبعا عفوا الفيروس بيحفز تكوين بروتين اسمه انترفيرون من خلال انه اولا الفيروسات تتكاثر داخل الخلايا داخل السيتوبلازم تعطي اشارة الى داخل الخلية خلية العائل لعمل عملية ترانسكريبشن عملية نسخ. نسخ لمين؟ نسخ لبروتين اسمه انترفيرون فبيكون نتيجة عملية نسخ الدي ان اي بتكون عندي مسنجر ار ان اي ام ار ان اي لمين؟ لجين اسمه انترفيرون. بعد هيك الانترفيرون مسنجر ار ان اي من خلال عملية ترانسليشن خارج النواة في السيتوبلازم بيصير ترجمة وهذا الترجمة بيكون عندي فيروس انفكتد هوست عفوا اللي هو الفا اند بيتا انترفيرون. هذا بتكون وين؟ في داخل الفيروس انفكتد هوست سيلز في داخل الخلايا المصابة بالفيروس. فذا انفكتنج فيروس اولسو اندوس ذا هوست سيل. الفيروس لما يكون او داخل الخلية العائل هذه بتتحفز لانتاج to produce interferons in RNA اللي هو interferon messenger RNA which is translated والتي يتم ترجمته خارج النواة في السيتوبلازم into alpha and beta interferons. الالفا والبيتا interferons هذا اللي تكون مش هيحمي الخلية نفسها لأن انصابت خلاص هيك انصابت بالفيروس. هو بدي يحمي مين؟ بدي يحمي خلية مجاورة للخلية المصابة خلية سليمة
فبتروح الانترفيرون بصير بهاجر من الخلية المصابة إلى خلية سليمة حتى يقول لهم والله ديروا بالكو جايكو فيروس خدوا احتياطاتكو. فالانترفيرون اللي خطوة رقم 4 released by the virus infected host cell، الخلية المصابة أنتجت الانترفيرون، والانترفيرون وين راح؟ راح على الخلية المجاورة bind to plasma membrane، هي ارتبط مع الغشاء الخلوي للخلية المجاورة or nuclear membrane أو الغلاف النووي receptors on unaffecting unaffected neighboring host cells، للخلية المجاورة الغير مصابة صار ارتباط مع البلازما ممبرين ومع النيوكليار انفلوب الغلاف النووي including them to synthesize antiviral proteins، هذا بحفز الدي ان اي تبع الخلية العائل انها تعمل ترانسكريبشن نسخ وتكون مسنجر ار ان اي، هذا المسنجر ار ان اي لانتي فايرال بروتينز بده يهاجر الى داخل السيتوبلازم بصير له ترانسليشن بكون انتي فايرال بروتين، فبتكون ايش؟ سينثيسايز انتي فايرال بروتينز. ذيس انكلود اوليجو داينيليت سينثيسيز and protein kinase، طبعا بحتاج الى بعض الانزيمات. في خطوة رقم 6 الانتي فيرال بروتينز، انتي فيرال بروتين اللي ايه اللي تكون لما يفكر الفيروس يدخل على خلية مجاورة غير مصابة بلاقي انه الانتي فيرال بروتينز جاهز له وبالمرصاد، فالانتي فيرال بروتينز ديجريد فيرال مسنجر ار ان، بكسر المسنجر ار ان تبع الفيروس and inhibit protein synthesis، هو بيمنع تخليق البروتين تبع الفيروس and thus interferes with viral replication، وبالتالي يمنع عملية تكاثر الفيروس داخل الخلية. New virus is released by the virus infected host cells infected neighboring host cells، هذا بتكلم عن مين؟ عن الانترفيرون. يبقى الانترفيرون ما بينفعش في الخلية المصابة، لا هو تم انتاجه من الخلية المصابة بالفيروس لكن تم افرازه الى الوسط المحيط الى ان يصل الى خلية مجاورة غير مصابة، بحفز الدي ان ايه عشان يكون انتي فيرال بروتين مسنجر ار ان ايه، بهاجر للسيتوبلازم بيعمل ترجمة ترانسليشن بكون الانتي فيرال بروتين اللي بيمنع الريبليكيشن للفيروس، لما يدخل الفيروس الى خلية مجاورة غير مصابة بيمنعه من تخليق هذا من تخليق هذا الفيروس داخل خلية، وهيك بصير حمى الخلايا المجاورة من خلال الانتي فيرال بروتينز. يبقى الانترفيرون مش هو اللي ضد الفيروسات بشكل رئيسي وبشكل مباشر، وإنما بيحفز انتاج الانتي فيرال بروتينز من الخلايا المجاورة لمنع تخليق نسخ من الفيروس في حين لما يفكر الفيروس يدخل الى خلية مجاورة غير مصابة. هيك بنكون انهينا الشابتر رقم 16، وهيك انهينا المادة. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى في الامتحان النهائي المكون من 60 درجة، واللي احنا اخذناهم خلال الفصل مكون من 40 علامة، كان على شكل 6 كويزات، في ناس قدموا 6 وفي ناس قدموا 5 وفي ناس 4، انا اخترت افضل 4 درجات واستثنيت اقل درجتين وحسبتهم من 40، والناس اللي ما قدموش الا 3 وما قدموش الا 2 وما قدموش الا 1 لا يلوموا الا انفسهم، لانهم هم ضيعوا الفرص وهم اللي ما قدموش، انا اعطيت فرصتين زيادة عشان قطع الانترنت، عشان الناس اللي ما دفعوش، عشان اللي سجلوا متأخر، وبالتالي انا عملت اللي علي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.